بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم وليد سعد الدين، مكملين مع بعض سلسلة فيديوهات شرح منهج CCNA 200301، المنهج الجديد. الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله هو الفيديو رقم 5 في سلسلة الفيديوهات. في الفيديو الأخير كنا اتكلمنا فيه على الموضوع، الفرق ما بين الهاب والسويتش، وشفنا عملية الماك أدرس وإيه هو الماك أدرس ووظيفته، وإزاي السويتش بيقدر من الذكاء إنه يقدر يتعرف او بيقدر يعمل يونيكاست عن طريق انه بيعمل كرييت للماك ادرس تيبل، وشفنا القصه بتاعتها. استاذنكم اللي ما شافش المحاضره ممكن يبقى يرجع لها ان شاء الله. احنا ما زلنا في التوبكس الاولى اللي هي النتورك فاندمنتس او اساسيات الشبكات. هنتكلم دلوقتي ان شاء الله، او في المحاضره بتاعت النهارده هنتكلم فيها باذن الله عن الكيبلز، الكابلات اللي بتستخدم في الشبكات. ساعات بيتقال عليها ميديا، بنقول عليه الكابلات او الميديا. الحقيقه الكابلات اللي بتستخدم في الشبكات عندنا ثلاث انواع اساسيه من الكابلات: الكو اكسل كيبل، والتويستد بير، والكابلات الفايبر. من حيث الشكل، الشكل بتاع الكابلات بيكون كالاتي. ده النوع الاول من الكابلات اللي هو الكابلات الكو اكسل كيبل، بيكون كابل شبه الكابل بتاع الديش بالظبط كده، بيكون كابل وطالع منه السوكت بتاعه، والبن بيكون بالمنظر ده الكو اكسل كيبل. الحقيقه الكابلات قديمه خلاص، تقدر تقول انقرضت او مش مستخدمه. الكابلات المنتشره اللي كلنا بنشوفها طبعا في اي شركه او في مؤسسه بنروحها، بيكون موجود عندها شبكه، بيكون هي الكابلات الموجوده بتقال عليها الكوبر واير او التويستد بير. اتسمت تويستد بير لان زي ما شايفين الكابل نفسه بيكون عبارة عن 8 أطراف، المادة الأساسية بتاعته بتكون من النحاس المعزول. بيكون في عندي ألوان، يعني في بيبقى كابل أبيض وعليه أبيض أخضر، بيبقى طرف بني وأبيض بني ملفوف عليه، بيبقى تويستد عشان كده اسمه تويستد. بيكون ملفوف عليه بالشكل ده، أورنج وأبيض أورنج، والأزرق والأبيض أزرق. ده كابلات الكوبر أو التويستد بير اللي احنا هنتكلم عليها بشيء من التفصيل في المحاضرة كمان شوية. والكو اكس زي ما قلنا الكابلات القديمه تقدر تقول خلاص انقرضت او مش بتستخدم. طبعا احسن كابلات وافضل كابلات فيهم اللي هي كابلات الفايبر اوبتيك، الالياف البصريه او الالياف الضوئيه، هي افضل انواع الكابلات من حيث السرعه، اسرع كابلات، بس في نفس الوقت تكلفتها بتكون عاليه، والتقنيه ان انا تصنيع الكابل نفسه بتكون معقده شويه او تكنيكال شويه. انما كابلات التويستد بير او الكوأكسل من السهوله ان ممكن اي شخص بس يتعلم، يشوف حد بيعملها قدامه او يشوفها، اللي احنا بنقول عليه بيقرج او بيعمل ار جي بيبدا. الكابلات دي احنا ممكن بنعملها بنفسنا ان شاء الله. فده من حيث الشكل، الثلاث انواع من الكابلات الكوأكسل والتويستد بير والفايبر. من حيث الكوأكسل كيبورد، دي الحقيقه كانت كابلات قديمه، كانت كابلات قديمه، السرعه بتاعتها يعني سرعات بتبقى سرعات ذات سرعات محدوده، كانت بتتاثر بالمجال المغناطيسي، بيأثر على الداتا او اللي ماشيه. يعني ايه المجال المغناطيسي؟ يعني الكابل لما يكون بيمشي جنب مثلا جهاز تكييف او طالع اي جهاز طالع منه موتور، كان بيأثر على كفاءه الكابل نفسه، او الداتا ما بتروحش بشكل كويس، بيحصل تشوه للداتا اللي ماشيه في الكابل ده. كابلات الكوأكسل. بالنسبه لكابلات التويستد بير هي افضل طبعا منها بكتير، من حيث السرعه ومن حيث الكفاءه، بحيث ان هي ليه تويستد، ليه الكابلات ملفوفه حوالين بعض، او كل كابلين زي ما شفنا في الصوره اللي فاتت ملفوفين حوالين بعض. عمليه التويستد دي بتقلل تاثير المجال الكهربي او المجال المغناطيسي، بحيث ان الداتا ما تتاثرش. وكل ما زاد التويستد، عمليه اللف دي، ده بيكون افضل، بتكون ضد تاثير عوامل التشويش، بنوع النويز او عوامل التشويش. وطبعا كابلات الفايبر سريعه جدا زي ما اتكلمنا، وتكلفتها بتكون عاليه، والتكنيك يعني التكنيك بتاعها او ازاي الكابل اتقطع او اعمله بيكون يعني معقد الى حد ما بمقارنه بالتويست بير. بالنسبه للتويست بير كلام عليها هيكون اكتر شويه. بالنسبه للتويستد بير، الكابل التويستد بير هو الكابل يكون المادة الأساسية بتاعته قلنا من النحاس، المادة الأساسية بتاعته من النحاس المعزول. الكابل الحقيقي بيطلع منه 8 أطراف،
زي ما شوفنا الصورة الحية بتاعته اللي بيطلع منه 8 أطراف، وكل طرفين ملفوفين حوالين بعض، عشان كده اسمه تويستد بير أو الكبلت المزدوجة، ده مقصود بالتويستد بير. طيب لما أجي أوصل الكابل هوصله إزاي؟ عندنا الكابلات فيها ألوان، أظنك بس هجيب صورة عشان توضح الجزئية دي. في نوع عندنا نوعين أساسيين الكابل نفسه التويستد بير، عن طريق إعادة ترتيب الألوان ممكن نطلع حاجة اللي اسمها الستاندرد أو الستريت، ستريت كيبل. ممكن لما كان عندنا الستريت كيبل، أو يكون عندنا حاجة اسمها الكروس أوفر، الكروس أوفر كيبل. وهنشوف طبعا الفرق بينهم وإمتى نستخدم ده ونستخدم ده. مرة تانية بعيد في الجزئية دي، الكابل نفسه الكابل الواحد اللي هو التويستد بين، عن طريق نقدر نلعب في ترتيب الألوان بتاعه، فنحصل على حاجة من اتنين، يا إما نحصل على الستريت كيبل أو نحصل على الكروس أوفر. اللي يبقى إذن الفرق الجوهري أو الفرق الأساسي اللي ما بينهم هي عملية الترتيب في الألوان. تعال نشوف إزاي الكلام ده بيتم. بالنسبة للستريت كيبل زي ما شايفين في الرسم قدامنا، هو الكابل بيطلع منه 8 أطراف، يبقى فيه ده الطرف الأول وده الطرف في الجهة المقابلة، يعني طرف مثلا الطرف ده كله بيتحط في السويتش، الطرف التاني ده بالكامل بيتحط في الجهاز. طيب طريقة ترتيب الألوان دي، والله قال لك رتب أي ترتيب يعجبك بس تلتزم بيه الناحية التانية، يعني تبدأ مثلا زي هنا بدأت بالبني، يبقى الطرف التاني بني، أبيض بني يبقى أبيض بني، أخضر أخضر، أبيض أزرق، المهم اعمل أي ترتيب يعجبك بس التزم في الناحية المقابلة. وده الترتيب النموذجي على فكرة اللي يديني أفضل سرعة وأفضل كفاءة بالنسبة للكابل. بني أبيض بني، أخضر أبيض أزرق، أزرق أبيض أخضر، أورنج أبيض أورنج، وبنلتزم بيه في الناحية التانية. وده عادة دايما الكابل الحقيقة اللي احنا بنستخدمه اللي هو بيكون الستريت كيبل. أمال إيه هو الكروس أوفر كيبل؟ الكروس أوفر كيبل قالك هو نفس الترتيب، هخلي أحد الأطراف هو نفس الترتيب المثالي اللي احنا قلنا عليه، بني أبيض بني، أخضر أبيض أزرق، يعني هتعمل نفس الترتيب ده، بس في الجهة المقابلة مش هلتزم بقى كل واحد مقابل اللون بتاعه. أمال هعمل إيه؟ خدها قاعدة كده، 1 مع 3 و2 مع 6، 1 مع 3 و2 مع 6، يعني هيكون المنظر ده. أيوه، 1 يبقى هو رقم 3، يعني إيه؟ يعني رقم 1 هنا هو أبيض أخضر، يبقى هو يذكر رقم 3 في الجهة المقابلة، 1 مع 3، 2 هو أخضر يبقى هو رقم 6 في الجهة المقابلة، ونفس الكلام 1 مع 3 و2 مع 6. طب الباقي؟ لا الباقي زي ما هو بقى، يعني الباقي ما عندناش مشكلة مع الباقي. فده بيكون الكروس اوفر كيبل، هي قاعدة 1 مع 3 و2 بيكون مع 6. طيب ايه هي الحالات اللي انا هحتاج فيها استخدم الكروس اوفر؟ الشيء الطبيعي ان انا الكابلات بتروح للسويتش، فبنستخدم الكابل او الكابل الستريت والستريت كيبل. ايه الحالات اللي انا هستخدم فيها الكروس اوفر؟ هي حالات خاصة شوية. قال لك السيميلر ديفايسز او الاجهزة المتشابهة، الأجهزة المتشابهة. يعني إيه الأجهزة المتشابهة؟ يعني هوصل هب بهب، سويتش بسويتش، بي سي بي سي، راوتر براوتر. طالما السيميلر ديفايسز أو الأجهزة المتشابهة، لا مش هنستخدم بقى الستريت كيبل، هنستخدم الكروس أوفر كيبل. إيه السبب في كده؟ دي قصة بقى يبقى نتكلم عليها بشكل بالتفصيل بعدين، بس اللي عايزك تعرفه دلوقتي إن الوضع تمام، إن إحنا بنستخدم الستريت كيبل والكروس اوفر هو الوضع الاستثنائي. الكروس اوفر بيستخدم في حالات خاصة شوية، اللي هي في حالة الأجهزة المتشابهة، هب بي سي مع بي سي، سويتش مع سويتش، راوتر مع راوتر. الأجهزة المتشابهة بنستخدم فيها ايه؟ الكروس اوفر. والفرق ما بينهم قلنا 1 مع 3 و2 و6، الفرق الوحيد اللي هو طريقة ترتيب الألوان هو المختلف. في جزئية تانية برضو حابب أقولها، احنا كل ده يا جماعه بنتكلم على التويستد بير، انا كلامي بالكامل حاليا على التويستد بير. في عندنا حاجتين، في حاجه اسمها اس تي بي ويو دي بي، هو الكابل نفسه، الكابل نفسه التويستد بير. في منه لما تيجي تشتريه في السوق تيجي تقول له لو سمحت انا عايز كابل شبكه،
هيقول لك عايزه اس تي بي ولا يو دي بي، ايه الفرق ما بينهم؟ اس تي بي اللي هي شيلدد تويستد بير، يو دي بي اللي هي انشيلدد انشيلدد سوري انشيلدد يو تي بي انشيلدد تويستد بير، انا اسف، اس تي بي اس تي بي ويو دي بي الفرق اللي ما بينهم. اس تي بي شيلدد تويستد بير، اليو دي بي بنقول عليها انشيلدد تويستد بير. ايه الفرق ما بينهم؟ من حيث الشكل هم شبه بعض بالظبط، الفرق الجوهري الوحيد اللي ما بينهم ان الشيلدد بيكون عليه جزء معدني للحماية مش اكتر. كنت عايز اجيب الصور بتاعتهم، مع الاسف اعتقد مش موجودة عندي. دي صورة مرة تانية للستريت كيبل والستريت ثرو والكروس اوفر، ده شكل توضيح يمكن الصورة دي افضل شوية من اللي فاتت. قلنا ده نفس الترتيب، الالوان نفس الترتيب، احنا اتفقنا هنا 1 مع 3 و2 مع 6، 1 مع 3 و2 مع 6، الباقي زي ما هو 4 مع 4، 5 مع 5، 7 مع 7، 8 مع 8. بنرجع للجزئيه اللي قلنا في حاجه اسمها الاس تي بي واليو دي بي واليو تي بي، سوري انا اسف، اليو دي بي ده بروتوكول تاني معلش حصل عندي لبس فيه. الاس تي بي اللي هو الشيلد تويستد بير، واليو ان شيلد تويستد بير يو تي بي. الشكل ما بينهم ده كده يا جماعه، الكابل ده شايفين الفرق الوحيد ما بينهم ده الاس تي بي وده اليو تي بي، شيلد تويستد بير وده الان شيلد تويستد بير. الفرق الجوهري الوحيد ده 8 وده 8، ومن حيث السرعه ومن حيث كل حاجه زي بعض ما فيش اي فرق. الفرق الوحيد الجوهري ان الشيلد تويستد بير بيبقى فيه جزء معدني، ده ما فيهوش الجزء المعدني ده، الجزء المعدني ده للحمايه مش اكتر، يعني مش بيزود سرعه ولا بيعمل اي حاجه خالص، لا بيخلي الكابل يكون سميك شويه، يعني صعب ان انا اتنيه كده او حاجه، فالجزء معدني للحمايه مش اكتر، وبيكون اغلى في السعر شويه. انما ده الفرق الوحيد، مفيش فرق ولا في السرعه ولا في الكفاءه ولا في، لا هم شبه بعض بالظبط من حيث الشكل زي ما انتم شايفين، هم من حيث الكفاءه نفس الكفاءه. الفرق الجوهري الوحيد ان الشيلد تويست بير فيه الجزء المعدني ده، بحيث بيديله سبورت ليه شويه، بيكون الكابل اقوى شويه، بس ده الفرق ما بينهم، ده الاس تي بي واليو دي بي. طيب بالنسبه للكابلات برضو، احنا كل ده بنتكلم على الستريت كيبل سواء اس تي بي او يو دي بي. في عندنا حاجه اسمها كاتيجوريز او كات، لما تيجي تشتري كامل تقول لو سمحت انا عايز كات، كات 3 كات 5 كات 6، متقسم كاتيجوري او كات. ايه الفرق ما بين كات 3 وكات 5 وكات 6؟ الفرق اللي ما بينهم بيكون في سرعه الكابل نفسه. الصوره الحقيقه دي هتوضح لنا الموضوع بشكل اكتر. لا مش هنا، ايوه الحقيقه الصوره دي هي اللي هتوضح لنا بشكل اكتر اليو دي بي او الاس تي بي، من الاثنين زي بعض بنحس الكاتيجوري، عندنا كات 1 كات 2 كات 3 كات 4 كات 5 لحد عندنا وصلنا تقريبا لكات 7 او يمكن كات 8 كده. الفرق الجوهري اللي ما بينهم الداتا ريت، يعني ايه السرعه بتاعته؟ يعني عندنا مثلا كات 3، طبعا كات 1 وكات 2 مش هتلاقيهم، ولا كات 3 حتى هتلاقيه موجود، ولا كات 4 مثلا، بيقول لك كات 3 ده اب تو 10 ميجا بت بير سكند، يعني الاقصى حاجه ليه هو 10 ميجا بت بير سكند، الماكسيمم لينس بتاعته 100 متر، اقصى يعني الكابل طوله تقدر تمد الكابل لحد اقصى هي عندك 100 متر. مثلا الكات 5 ده يشيل لحد 100، يبقى كات 3 الماكسيمم بتاعته 10 ميجا بت، يعني 10 ميجا في الثانيه. كات 5 لا احسن شويه، ده 100 ميجا بت بير سكند، وده منتشر الحقيقه كات 5. الكات 5 اي انهانسد المحسن يقدر يستوعب لحد 1 جيجا. لو خدت بالك ان طول اي كيبل يا جماعه، ده بيجي برضو سؤال في الانترفيو، الكابل الواحد اقصى طول للكابل هو 100 متر زي ما احنا شايفين، اقصى طول للكابل 100 متر. طب هيجي واحد يسال سؤال يقول لك طب افرض، معلش الجزئيه دي، افرض مبدئيا بس نكمل، كات 6 اي وكات 7 عندك بيشيل لحد 10 جيجا بت بير سكند، ده بالنسبه للجهاز او للكابل نوعيه كات 7. هيجي واحد يسال سؤال، احنا بيقول لك دلوقتي احنا اتفقنا ان اقصى طول للكابل هو 100 متر، طب افرض عندي حاجه زي كده، افرض عندي ده انا عندي جهاز وجهازين ثلاثه، والثلاث اجهزه دول متوصلين على سويتش، وعندي جهاز بس بعيد شويه، الجهاز ده على بعد 150 متر او 160 متر، المسافة هنا الحقيقة كبيرة جدا 160 متر، طب أعمل إيه؟ إحنا اتفقنا
ان الكابل اقصى طول ليه 100 متر، يعني هتيجي لحد 100 متر وبعد كده الداتا مش هتوصل او يحصل تشوه ليها. طب ايه الحل؟ الحل انك تيجي حضرتك في النص تجيب حاجه اسمها ريبيتر. ريبيتر يعني ياخد السيجنال من هنا ويبدا يعيد تقويتها، يبقى يبدا معايا 100 متر من اول وجديد. طبعا مين هو الريبيتر؟ والله قال لك الهب او السويتش، يعني السويتش يعتبر ريبيتر والهب، والهب برضه يعتبر ريبيتر. بس خلاص انسى الهب، احنا مش بنتكلم عن الهب خلاص. فاذا لو جينا جيت في النص جبت سويتش هنا، خلاص هو يعتبر السويتش في الحاله بتاعتنا يعتبر ريبيتر. في جزئيه بس حابب اقولها بالنسبه يبقى قلنا بالنسبه للتويستد بير، احنا قلنا سوري بالنسبه للتويستد، ايوه بالنسبه للتويستد بير احنا قلنا في عندنا الستريت، وايه تاني قلنا؟ الكروس اوفر، الفرق ما بينهم، الفرق ما بينهم في طريقه ترتيب الالوان. الحقيقه في نوع بيندرج تحت التويستد بير، نوع تالت بنقول عليه الرول اوفر كيبل. رول اوفر، معلش الكتاب عندي غبيه شويه. رول اوفر، رول اوفر كيبل. ايه الرول اوفر كيبل ده؟ ده مش هنتكلم عليه دلوقتي الحقيقه، هنخليه لوقته. الرول اوفر كيبل ده بمنتهى البساطه ان انا لو عندي راوتر والراوتر ده عايز ادخل اعمل كونفجريشن عليه، او عندي سويتش وعايز اعمل كونفجريشن على السويتش، فهوصل السويتش عندي كده سويتش او راوتر، وعندي بي سي كده جهاز، وانا عايز ادخل من الجهاز عايز ابدا ادخل على السويتش او الراوتر عشان ابدا اعمل كونفجريشن. فايه نوع الكابل اللي انا هستخدمه من السويتش من الجهاز للسويتش؟ مش هستخدم بقى ولا ستريت ولا كروس اوفر، لا في الحاله دي هنضطر نستخدم اللي هو الرول اوفر كيبل. شكله ايه وعامل ازاي؟ هنبقى ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الكونفجريشن بتاعت السويتشز والراوترز هنبقى نتكلم على الشكل الرول اوفر كيبل الحقيقه. بس حبيت اقول ان تبع التويست كبير عندنا الستريت كيبل اللي معظم شغلنا بيكون بيه، عندنا الكروس اوفر اللي بستخدمه في حالات خاصه، قلنا في السيميلر ديفايسز الاجهزه المتشابهه، والرول اوفر ده حاله استثنائيه شويه بنستخدمه لما احب من بي سي اخش على سويتش او راوتر عشان ابدا اعمل كونفيجريشن عليه. ففي حاله زي كده نوعيه الكابل اللي انا هستخدمه هو كابل الرول اوفر كيبل. نكتفي بالجزء ده في المحاضرة بتاعت النهاردة، اتكلمنا فيها على الميديا او اتكلمنا فيها على الكابلات. المحاضرة الجاية ان شاء الله هتبقى من اهم المحاضرات اللي ممكن نتكلم عليها في الجزء النظري، اللي هي موضوع الاي بي ادريسنج، عملية الاي بي ادريس وازاي نعمل ادريسنج للشبكات. فنشوفكم على خير في المحاضرة الجاية. سلام عليكم.